يا باشا تانية سنة مش هدو ولا لا؟ هتبقى شهادة ولا سنة دراسية عادية؟ فهمنا برضه. بص هقول لك، انا فهمك كل حاجة بالتفصيل، بس انزل اعملي لايك ولو لسه جديد على القناة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل حاجة جديدة هنزلها ان شاء الله. ما انت فاهم برضه تانية ثانوي لما لو هيدا يعني هنتفاجئ ان احنا ما لسه ما بدأناش دراسة، فهيبقى الموضوع صعب برضه. انا هقول لك القضية من اولها او القصة من اولها كده. خلونا نستخدم الميكروفون بتاعنا. شوف لوتش، بص يا شباب عشان ما تفكروش ان الميكروفون ده يعني منظر كده، لا انا اول مرة استخدمه يعني عشان اتمنى الصوت يكون واضح. هنتكلم النهاردة عن موضوع تانية ثانوي شهادة ولا لا، واللي بتسألني كتير جدا. انا سالت كذا مدرس وفعلا سالت جوجل كمان وجبت لكم معلومات كتير جدا، وان شاء الله تستفادوا جدا من الفيديو ده. بس بصوا يا شباب، بدايه كده السنه اللي فاتت الوزير اعلن حاجه واكيد بعضنا سمعها، ان تانية ثانوي وتالتة ثانوي هيكونوا شهاده والتنسيق بتاعهم هيتضاف على بعض، وبعد كده من خلال التنسيق ده بقى بتدخل الجامعه اللي انت عايزها. يعني المجموع ده تانية ثانوي وتالتة ثانوي بيكونوا شهاده. ففي محامي كبير رفع قضية فالنظام ده اتلغى السنة اللي فاتت، قال ده ما ينفعش النظام ده وكذا حاجة كده، طلع اعترض على الموضوع فاتلغى تمام. فجاء بقى السنة دي اللي هو ما اتلغاش يعني النظام تماما، لا ده اتلغى على السنة اللي فاتت بس، يعني هو المفروض ان الوزير هيفعله السنة دي، لسه لحد الآن ما فيش أي حاجة شفناها. فلحد الآن النظام ماشي عادي، مش عارفين بقى ايه اللي هيحصل. هل الوزير هيطلع تاني ويقول فعلا النظام ده هيتفعل؟ والله هو كل يوم طالع بحاجه جديده مش عارفين ننهيها من البدايه، فان شاء الله نشوف الموضوع ده. بس يعني انا فهمت ايه بقى الموضوع ده، ان تانية ثانوي مش شهاده، لان هي لو شهاده يعني ممكن يطلع كده فجاه في نص السنه او في اول اسبوعين كده يقول لها ان هي شهاده وانا ما بداتش دروس. طب ازاي يعني؟ فان شاء الله الموضوع يتحل في اقرب وقت ونقول لكم ايه اللي حصل. فالحد اللحظة اللي احنا فيها دي تانية ثانوي مش شهادة، تانية ثانوي سنة عادية زي أولى ثانوي، أولى ثانوي وتانية ثانوي سنة عادية، تالتة ثانوي هي اللي شهادة، هيتحسب الدرجة بتاعتها زي تالتة ثانوي دلوقتي وزي دفعة تانية ثانوي، لأن مطبقش عليها تانية ثانوي السنة اللي فاتت ولا تالتة ثانوي. فالمفروض إن احنا جالنا أول دفعة يطبق عليها، مش عارفين لحد الإيه لحد الآن إيه اللي هيحصل، وهل فعلا الوزير هيطبق النظام ده ولا لأ، الله أعلم. كانوا معايا امبارح في البث واللي هيبقوا معايا النهارده في البث بتاع الساعة 9 ان شاء الله، في النهارده بس شباب اللي جاي معايا امبارح جمعنا تقريبا اكتر من 200 مدرس في مواد كتير جدا على اليوتيوب، وان شاء الله اكملهم ل 300 واعرضه لكم في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. الحلقه دي بكره الساعه 6 انتظرونا، اتمنى انكم تشيروا الفيديو ده مع كل اصدقاء. بس يا شباب زي ما انتم عارفين المستر نزل مراجعه تاريخ حلوه جدا، وان شاء الله ينزل لكم كمان مراجعه فيزياء، واي حاجه انتم عايزينها اكتبوها لي في الكومنتات انا هرد عليكم. قال المستر، وان شاء الله اي حاجه انتوا عايزينها اعملها لكم. ما تنسوش تابعونا على الصفحه على الفيسبوك لسه عاملها جديد، اتمنى تروحوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه في الصفحه بتاعتنا. دعم القنوات الصغيره كتير جدا، الناس بعتت لي يا جماعه على القناه الثانيه الفيديو نازل بكره على القناه الثانيه وهيطلع بث مباشر. الفيديو ده هوضح لكم النظام هيكون عامل ازاي، هيكون عندنا مثلا كل فيديو كذا قناه، القناه دي هندخل نعمل لها دعم، مثلا احنا 10 سبسكرايب نروح نشترك في القناه دي، وكل قناه هيكون ليها فيديو او كل كذا قناه ليها كذا فيديو، فروحوا هناك عشان تفهموا تفاصيل اكتر. القناه في الوصف اسمها حسين فلوج تمام. اي سؤال على الانستجرام على المنتدى تقولوا في الكومنتات ان شاء الله برد عليكم. فاروق والسلام عليكم ورحمه الله.